تحياتي للجميع، سألني الدكتور ياسر النعواشي أخصائي التأهيل النفسي من أستراليا عن رأيي في التفكير الزائد وطريقة علاجه. أنا كنت وأنا صغيرة أعاني من هاي المشكلة، بس ما بعرف هيك قررت إنه أنا أعمل حد لتفكيري، وبحس إنه المسألة تاخذ قرار أول شيء بتصير تحاول تطبقها 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 على نفسك، بتفشل بترد ترجع، بتفشل بترد ترجع، بعد هيك ما بتلاقي حالك ولا أنت تغيرت. هذا تجربتي أنا الشخصية. كيف هلا في طرق تانية؟ أكثر يعني التمارين بشتغل فيها بموضوع التفكير الزائد، طبعا بيعتمد انه شو هو. احنا في حالات احنا بدنا تفكير زائد، يعني بدناش، احنا مش قضيه سويتش اون وسويتش اوف، في شغلات لا بدك اياه يفكر زياده يعني. بس احنا هلا نوع التفكير انه هل انه تفكير بشيء ممكن حله او مش ممكن حله، هون بصير انه شو هو بيش بفكر زياده يعني، فا او متى بيفكر زياده يعني. ممكن بالشغل احنا بدنا اياه يفكر زياده طبعا بمجال الشغل، بس ما بدي شيء يفكر زيادة قبل ما ينام يعني. بيعتمد برضو على قضية التايمينج يعني. كانت بعض التمرينات انه انت بس يجيك التفكير هذا انه تأجل لبكرة، يعني مثلا يجي فكرة معينة كذا، اوكي طب هاي كويس ممتازة وانا بدي اشتغل عليها بس خليها لبكرة. فهي برضو كان نعمل تريننج. هلا من اكثر التمارين اللي بنشتغل عليها، مرة بعت لك اللينك حتى امبارح قبل الحلقة، اللي هو هو المايندفولنس. اكثر شيء بنشتغل عليه المايندفولنس، اللي هي تمارين الحضور الذهني. تمارين الحضور الذهني اللي هي ترتبط الان وهنا، بمعنى انه معظم التفكير الزائد خلينا نعرف مصدره، اما اشياء حدثت بالماضي انه ما فيكش تغيرها، او تفكير زائد من المستقبل، خوف من المستقبل، برضه ما حداش داري شو بده يصير بكره. كبار المنجمين لما كانت نهايه 2019 ما حداش قالنا انه بال 2020 بده يصير فيه كورونا، يعني على أسوأ التوقعات والاحتمالات ما كانش الواحد متوقع انه يفوت بلوك داون زي هيك. يعني انا قاعد معك هسه امبارح كان ان اول يوم بعد تقريبا 3 شهور ونص محصورين خلال 5 كيلو، احنا بنحكي استراليا قاره، بمفهوم الاشمل خلينا نحكي للموضوع انه انا التفكير الزائد بايش، هل هو بشيء ممكن احله او شيء ما مش بايدي حله. فلما اعمل تركيز على الحضور الذهني، اني انا اركز باللحظه اللي انا عايش فيها هلا، انه اراقب تنفسي، اعمل تمارين معينه، واذا بيسمح الوقت عندكم يعني انا مستعد بس نسمحهم شيء مده 5 دقائق هلا. نبدا بهلا جلسه ندربهم عليها. ماشي، الجلسه مده 5 دقائق هلا نعطيها. فالجلسة أنا برضو يعني بدنا نسمحهم إنه حكيت عن تمارين الحضور الذهني، فبس ده تسمحهم سكشن مدته 5 دقائق يعني من تمرين الحضور الذهني اللي هو مرتبط بالحواس. يعني إحنا زي ما حكيت إنه إدراك الإنسان للحواس، لما أنت بدك تغير طريقة التفكير زي ما قلت على الأوفر ثينكينج، هاي أنت بدك تربط الإنسان بالحواس، فهنا بكون ارتباطه بالحواس بخفف من قضية التفكير، لأنه بصير أنت الآن يعني وهنا. الحواس الخمسة، السمع والتاتش اللمس والرؤية، الحواس الخمسة نحن بنستقبل العالم الخارجي من خلالها. بدنا نبلش التواجد والحضور الذهني. مسموع الصوت. عد هذا التمرين يقدم لك أساليب ومهارات مفيدة للتعامل بفعالية مع الأفكار الدخيلة ولتخفيف الضغط النفسي والتوتر الشديد. وبعبارة أخرى، هذه المهارات ستساعدك على الشعور بالهدوء والراحة. سوف نستخدم الحواس الخمسة خلال هذا التمرين لتثبيت وجودنا في الوقت الحاضر ولاستمرار الترابط بين العقل والجسد، ولتساعدنا للوصول إلى حالة إدراك تامة لما يدور حولنا، وبمعنى آخر لتوصلنا إلى إدراك كامل لما يجري معنا وما يجري من حولنا. كما ذكرنا لكم في المقدمة، ستلاحظ بأن أفكارك تتشتت أثناء التمرين. هذا شيء عادي، ولا داعي للشعور بالضيق ولا بالحكم على نفسك. فانتبه وأدرك ما هذه الأفكار واتركها تذهب، وأعد انتباهك إلى اللحظة الحاضرة. لنبدأ التمرين، اجلس مرتاحا على كرسي، ظهرك مستقيم وقدميك ملاصقة للأرض، وضع يداك على ركبتيك بشكل مريح. سأدعوك بعد لحظات لتستحضر كل حاسة من حواسك الخمس على حدة، لإدراك تفاعل تلك الحاسة مع ما يجري في محيطك في الوقت الحاضر. لنبدأ بالتركيز على ما تراه العين. انظر حولك ولاحظ بدقة الألوان، الأشكال، البنية وتركيبة الأشياء من حولك.
تنشيط تركيزك، حاول الآن أن تغمض عيناك أو النظر إلى نقطة معينة أمامك. ولننتقل إلى حاسة السمع، لاحظ الأصوات والضجة ومصدرهما من داخل الغرفة وخارجها. حاول أن تصغي إلى صوت تنفسك وأصوات السيارات في الخارج. إن تشوش وابتعد فكرك قليلا، لا تقلق، فهذا طبيعي. حاول استرجاع انتباهك إلى الحاضر وتابع التمرين. لننتقل إلى حاسة الشم الآن. ركز هذه الحاسة على ما حولك، وحاول أن تتعرف وتميز بين الروائح الموجودة في المكان. لنحول انتباهنا إلى حاسة الذوق. اطلع على الطعم الموجود في فمك نتيجة أكل أو شراب كنت قد أخذته قبل قليل. اشرب انتباهك الآن إلى حاسة اللمس. كيف تشعر نتيجة ملامسة شعرك لوجهك وثيابك لجسمك وقدميك للأرض وثقلك على الكرسي؟ انتبه إلى حرارة الغرفة، فقط لاحظ كل ذلك دون إصدار أي أحكام على تجربتك. خذ بعض الوقت وانغمس في تجربة الحضور الذهني هذه، وكن واعيا كيف يشعر الجسد في اللحظة الحاضرة. بنفسك إلى الغرفة، كن منتبها إلى الضجة والأصوات حواليك، كذلك الأصوات التي تأتي من الخارج. حين تكون مستعدا أرجو أن تفتح عيناك بروية وهدوء لتقييم هذا التمرين. قارن مشاعرك الآن مع ما كنت تشعر به قبل التمرين. استعمل مقياس من 0 إلى 10. 0 يعني بأنك كنت غير قادر على التركيز أثناء التمرين، والعشرة تعني بأنك كنت حاضرا 100% وكنت قادرا على الاسترخاء والتركيز الكلي. على فكرة بدي أقول لكم، هلا هاي جلسات كتير بتجربوها أو بتمارسوها داخل عيادات الطب النفسي، يعني مش لما بتروح على الطبيب يعطيك على طول دواء، ممكن يعمل لك هيك جلسات، ومع الوقت رح تنبسط كتير عليها هاي الجلسات، رح كتير تحبها وتحس نتيجتها الإيجابية على حياتك وتحولك لإنسان سعيد بدون ما تشعر بنفسك. دكتور هلا هذا عملنا يعني وركشوبس كاملة مع دكتور راس هاريس، وبشكر زميلتي الست هند صعب اللي
ترجمت الكونتنت تبعت السي دي وبعدين عملتها باللغه العربيه طبعا اساس يكون برضه شغلات اللي هي مرتبطه بالثقافه تبعتنا ويكون يعني نوعا ما انه مفهومه من كل الناطقين باللغه العربيه بمختلف مشاربهم يعني اللبناني على العراقي على الاردني يعني اساس يكون بلغه مفهومه للجميع. هذا كان جهد كبير حتى قدرت تعمله بالشكل عليه. الرابط اللي تبعتي فيه هيك تدريب نعم يعني نعم هاي تمرين معين طبعا زي ما حكيت انه ستريمز حسب كل تمرين بتعامل بطريقه معينه مع الاحداث بس هي كل فكره التمرين انك تعيش بحواسك اللحظه اللي انت فيها هلا. طبعا بطول الحديث يعني عن الفلسفه تبعته وفي ناس بصير يقول لك انه من الدين ولا مش من الدين لانه بشغلة اليوغا بصير يعتبروها انه قضية البوذي وكذا لا هو التأمل بشكل عام والغرور الذهني هو موجود كل الأديان نعم يعني فالشغلة هاي برضو بدك تلاحظها انه تعيش اللحظة اللي انت فيها لانه مش انه لا بالأشياء اللي صارت في الماضي ولا الخوف من الأشياء المستقبل فهاي برضو تمرين انه حبيت بس انه نعطيهم زي تجربة بسيطة يعني عن انه ايش اللي قاعد بصير عنا. زك بدي اشكرك كثير على الوقت اللي اعطيتني اياه. هلا عندك الساعة 6 يمكن الفجر باستراليا.